في فرق كبير. هذا محمر وطعمه لذيذ وفيه طعم الفطر نفسه قوي، وهذا كأنه يعني مش عارف تبلان أو يعني فيش مش محمر ولا يعني مش عارف طعم مش فيش فيه طعم تقريبا يعني. هذا كتير ألذ. كتير بحب الفطر، بس كتير مرات كنت أشتريهم وألاقيهم وسخين كتير، فكنت أغسلهم منيح وأطبخهم، بس ما كان يكون إلهم طعم، وبس كانوا ينزلوا كتير مي وما كانوا يتحمروا زي ما بدي. بس اكتشفت سر الفطر إنه ما نغسلهم أبداً، بننظفهم بورق مطبخ مبلول ومنمسحهم بس، وهيك ما بمتصوا مي كتير. ولما نطبخهم لازم نحطهم في مقلاي ناشفة أول عشان ينزلوا ميتهم، وبعدين نضيف زبدة أو زيت والمنكهات اللي بنحبها، وبهاي الطريقة رح تكون نكهتهم زاكية ورح يتحمروا منيح.